تتويج أبطال مصارعة حمراء جهة 42 كيلوغرام مقدم جوائز السيد مستحيلة جانوفيتش رئيس الاتحاد الدولي للمصارعة والسيد فؤاد مسعود رئيس الجامعة الملكية المغربية للمصارعة المعتدلة ورئيس الاتحاد الإفريقي للمصارعة. المرجو من الأبطال محمد أمين مخرج من المغرب، البطل أسامة جمال من تونس، الشامبيون رونالدو بويسن من الريبوبليك أوف ساوث أفريكا. جوين بولي، المرجو من الأبطال المذكورين للالتحاق بالمنصة. Ladies and gentlemen, awarded the champions for the first